عالمية. واليوم كيف كتعرفوا كان عندنا باسكال بلانشار من هنا لشي 15 يوم، واليوم عندنا دانيال كوان اللي معروف عن دي ميور زيكونوميست اجوردي دو موند، اللي كيتكلم على التكنولوجيات الحديثة والسياق ديالها وكيفاش غادي تقدر تحدد المسار ديال الانسان من هنا السنين الماجية. تنظن بان الموضوع اليوم موضوع مهم بزاف لانه كيتكلم على الاقتصاد وبالخصوص لا ديكروسونس، سي كيفاش خصنا نتعاملوا مع البلدان ديالنا ومع الجيل اللي غادي يجي ونخليو واحد التنميه مستدامه اللي كتحتفظ بالقيمه ديال الانسان وكذلك التكنولوجيا الحديثه اللي كتعاون في المسار ديالنا. شكرا.